أي بعث هذا الذي يمكن أن يعود إلى السلطة؟ وقد رأينا أن غياب الراحل صدام حسين قد يتم البعثيين وجعل حزبهم كعصف مأكول. وحتى حين خلفه في القيادة نائبه الراحل عزة الدوري لم يستطع أن يعيد للحزب هيبته السابقة، ولم يقنع بقيادته بعثيين كثيرين بأن يعودوا إلى خيمة الحزب من جديد. ذكرت المحامية اللبنانية بشرى الخليل أن كبار مسؤولي أجنحة البعث بمجرد اعتقال صدام وجدتهم يتشاجرون على الخلافة، وكل فريق منهم يدعي بأنه الوريث المسؤول عن تزعم حزب البعث. تقول: فاضطررت إلى أن أنقل أخبار خصامهم إلى صدام في السجن، فقال إن مجموعة عزة الدوري هي التي أرشحها وأطلب من الآخرين اعتبارها الخليفة. ولا ننسى أن السيد النائب عزة الدوري الذي تولى أمانة سر القطر خلفا لقائده صدام حسين الذي غزا الكويت قدم اعتذارا تلفزيونيا للكويت، أعلن فيه أن الغزو كان خطيئة كبرى وعملا لا أخلاقيا، ثم لم يرد عليه البعثيون. فأقول لهم جميعا ولسمو الشيخ صباح أمير الكويت بشكل خاص، لقد أعلننا بجد وبشجاعة ومبدئية عالية بعد استلامنا لمسؤولية الحزب الأولى بعد غزو العراق واحتلاله، أعلننا إدانتنا لاحتلال الكويت، وقلنا ونقول اليوم أن احتلال الكويت يمثل خطأ مبدئيا واستراتيجيا وأخلاقيا. إن واقع الأمر هو أن حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي لم يعد قادرا على لم شعثه إلا صدام حسين، ولكن حين يعود لقد كان مؤملا أن حزبا جماهيريا بضخامة حزب البعث وعمق تاريخه وخبرته وتجاربه سيخرج من كارثة 2003 متجاوزا آثارها السيئة بأقل ما يمكن من الجروح والشروخ، مثل ما حدث لأحزاب عديدة في الشرق والغرب حين استفاقت من الصدمة بسرعة وقامت بدراسة الأسباب الموضوعية التي قادت إليها وحللتها بدقة وعلمية وموضوعية، وبعيدا عن التطرف والجمود والانكفاء على الذات فغيرت ما يستوجب التغيير وعالجت ما علق بمسيرتها من المثالب والعيوب والثغرات، وغيرت خطابها وطهرت صفوفها من المرضى والعجزة والفاشلين والفاسدين، وخرجت على جماهيرها بروح جديدة وثياب جديدة وحتى بأسماء جديدة، وعاودت المسير فاستعادت الريادة في زمن قصير.